السيسي يوجه بالاستمرار في بذل أقصى الجهد لتنفيذ مشروعات الإسكان الجاري العمل بها. الجيش الليبي يعلن القضاء على أوكار الإرهاب في مدينة درنة. ترامب يؤكد أن جميع الخيارات متاحة بشأن التعامل مع أزمة فنزويلا. الواحدة صباحا 11 بتوقيت غرينتش، موجز اخباري ياتيكم من القاهرة، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في بذل اقصى الجهود لتنفيذ مشروعات الاسكان الجاري العمل بها، وخاصة مشروعات الاسكان الاجتماعي في جميع انحاء الجمهورية والمدن الجديدة وكافة الخدمات اللوجستية المرتبطة بها. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاسكان الجديد عاصم الجزار، شدد الرئيس السيسي على مواصلة الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الصيانة المستمرة لها، سواء في مشروعات الصرف الصحي او الطرق والمرافق المختلفة. هذا وكان الرئيس السيسي قد شهد أداء حلف اليمين الدستورية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير قطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الاكاديمي للجامعات والمعاهد المصريه. وخلال اجتماعه مع وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، اشار الرئيس السيسي الى الدور المحوري للجامعات في بناء الانسان وصقل شخصيته، مشددا في الوقت ذاته على اهميه اتباع اعلى المعايير الدوليه في انشاء الجامعات الجديده وتطبيق احدث المناهج التعليميه، وذلك بالتوازي مع العمل على تطوير وتحسين الاداء العلمي للجامعات قائمة. أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري أن القوات نجحت في القضاء على أوكار الإرهاب في مدينة درنة. وطالب المسماري المواطنين بالتعاون مع الجيش للقضاء على الخلايا النائمة بالمدينة، كما أعلن عن وجود ترحيب من أهالي وأعيان ومشايخ الجنوب بالعملية العسكرية التي أطلقتها القوات المسلحة في المنطقة، مضيفا أن هناك حملة إعلامية مزيفة لتشويه انتصارات الجيش. أكدت اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن ضرورة تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم وعدم القبول بأي تأخير لتنفيذ اتفاق الحديدة. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها في العاصمة البولندية وارسو أنها ستواصل مراقبة اتفاق ستوكهولم والاجتماع مجددا في حال أي تأخير إضافي. هذا وقد شارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من بريطانيا والولايات المتحدة والإمارات والسعودية. تنطلق اليوم في مدينة سوتشي الروسية قمة قادة الدول الضامنة لعملية أستانا بمشاركة رؤساء روسيا وإيران وتركيا. ومن المقرر أن تبحث القمة الجهود المختلفة لتسوية الأزمة في سوريا وتشكيل اللجنة الدستورية السورية الخاصة بتعديل الدستور. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أنه يدرس جميع الخيارات بشأن فنزويلا، مشيرا إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ارتكب خطأ بمنعه وصول المساعدة الإنسانية الدولية من دخول بلاده. تصريحات ترامب جاءت على هامش استقباله للرئيس الكولومبي إيفان دوكي في واشنطن، وذلك لبحث تطورات الأزمة السياسية في فنزويلا. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.